في صفحة الأحوال الجوية نتعرف على الحالة الجوية ودرجات الحرارة، حيث ينضم إلينا من موقع طقس العرب السيد أيمن صوالحة. سيد أيمن مساء الخير، هل انتهت الفعالية الجوية التي أثرت يوم أمس واليوم على المملكة، وما هي التوقعات للأيام القليلة المقبلة؟ مساء الخير لك، مساء الخير لجميع الإخوة المتابعين متابعينا في رؤيا ومتابعينا في طقس العرب. في الحقيقة لم ينتهي المنخفض الجوي، هنالك المزيد من الأمطار التي ستكون غزيرة بمشيئة الله هذه الليلة في أجزاء عدة من شمال وأجزاء من وسط المملكة. ننتقل معكم الآن في استعراض لصور أو آخر صور أقمار الاصطناعية الملتقطة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب. نلاحظ معكم وجود لهذا المركز الجوي المنخفض الجوي غرب السواحل اللبنانية والسورية، وهنالك كميات كبيرة من السحب الركامية الممطرة لا تزال تندفع من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط نحو فلسطين والمملكة هذه الليلة، معلنة الاستمرار في هطول المزيد من الأمطار التي ستكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة، إضافة إلى أجزاء المنطقة الوسطى تحديدا البلقاء والعاصمة عمان. تكون الفعالية الجوية أضعف من ذلك بكثير في الزرقاء ومادبة، وهذه الفعالية الجوية ستكون تقريبا شبه منعدمة فوق المناطق الجنوبية والشرقية المملكة. ننتقل معكم الآن استعراض آخر درجات حرارة المتوقعة هذه الليلة. تقريبا درجة حرارة المتوقعة في العاصمة عمان هذه الليلة بحدود 8 درجات مئوية، تكون أقل من ذلك في مرتفعات العاصمة عمان بحدود 6 درجات مئوية فقط. أجواء ماطرة، تكون هذه الأمطار تدريجيا خلال ساعات الليل غزيرة في أنحاء عدة من العاصمة عمان، مع تحذيرات من تشكل السيول وجريان الأودية في العاصمة عمان وارتفاع منسوب المياه في الطرقات. ننتقل معكم الآن لاستعراض الحالة الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. متوقع أن تستمر الأجواء مع ساعات صباح الغد باردة غائمة ماطرة في شمال ووسط المملكة، طبعا الحديث هنا عن محافظات إربد، جرش، عجلون، المفرق، إضافة إلى البلقاء والعاصمة عمان، تأثير محدود فوق الزرقاء ومأدبة وتأثير شبه معدوم فوق المناطق الجنوبية. تدريجيا خلال ساعات نهار غد تضعف الفرصة الأمطار تدريجيا وتتحول من أجواء ماطرة إلى هطول لزخات متقطعة متوسطة الشدة عموما من الأمطار. درجات حرارة كما نلاحظ 11 درجة مئوية متوقعة في شرق العاصمة عمان، دون ذلك في غرب العاصمة عمان بحدود 9 درجات مئوية. يومي الأحد والاثنين هنالك استقرار نسبي في الأجواء، ارتفاع تدريجي في درجات حرارة، ستبقى الأجواء باردة، درجات حرارة باردة بشكل لافت مع ساعات الليل مع تشكل للضباب في مناطق السور الشرقية. طبعا وصلنا لغاية الآن لغاية الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم، كميات أمطار كانت بحدود 100 مليمتر فوق أجزاء عدة من البلقاء وعجلون، وتقريبا كانت بحدود 80 مليمترا في أجزاء عدة من العاصمة عمان، وهي كميات أمطار ممتازة وتشكل دفعة كبيرة للموسم المطري الحالي. كان كل ذلك حتى اللحظة هنا في طقس العرب. نعم أيمن صوالحة من موقع طقس العرب، شكرا جزيلا لك.